بسم الله الرحمن الرحيم. أوثق اليوم الخميس الثامن من الحجة هذا الشعب، وفيه ثمانية نقوش، منها نقش لعبد الرحمن ابن أبي عبيدة بن عبيد الله، وهو زهري قرشي من أبناء عمومة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومنهم الإمام الزهري، ونقش آخر للمغيرة ابن إسماعيل ابن يعقوب، ويوصي بتقوى الله وصلة الرحم، ونقش لعبد الله ابن طريف الجهني، ويوصي ببر الله وصلة الرحم، ونقش نبطي وهو الأقدم من بين هذه النقوش والتي تزخر بها المنطقة والتي تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتوثيق. وهذه النقوش حول منهى الماء قديم في هذا الشعب وانجف من الماء حاليا، وهذه المناهل غالبا ما تستقطب أصحاب النقوش للكتابة عندها، خالص الشكر والتقدير لدليل الموقع الخال مرزوق رفيع المحمدي، والذي دلني على هذا الشعب وعلى العديد من المواقع الأثرية في المنطقة.